استمرارا لجهود التصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصبي لقيامه بالإتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية المهربة، كما نجحت في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتقليد العملات الوطنية والأجنبية. في إطار تصدي الأجهزة الأمنية لجرائم التهرب الجمركي، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة والإسكندرية لقيام عناصره بالإتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية غير المسدد عنها الضرائب والرسوم، فضلاً عن بيعها بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون. وبحوزتهم تم ضبط أكثر من 597 قيراطاً من فصوص الماس و23 قطعة ألماس وقرابة 3 كيلوغرامات مشغولات ذهبية وأحجار كريمة، وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بأكثر من 23 مليون جنيه، بينما قدرت الرسوم الجمركية للمضبوطات ب 46 مليون و500 ألف جنيه. واستمرارا للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم تقليد العملات الوطنية والأجنبية، استهدفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني ومديرية أمن الجيزة عنصراً إجرامياً بمقر إقامته والذي يتخذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية بخاصة الدولار الأمريكي بكافة فئاتها، كما يقوم بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي شراء الدولار الأمريكي خارج نطاق السوق المصرفي عن طريق إيهامهم امتلاكه ملايين الدولارات ورغبته في بيعها لهم بسعر أقل بكثير من السعر الرسمي. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطه وبحوزته 4 ملايين دولار أمريكي مزورة ومعدل التزوير فئة 100 دولار ومليون وثلاثمائة ألف جنيه من فئة 200 جنيه مقلدة، وأربع سبائك ذهبية اللون عليها شعارات فرعونية مقلدة. كما تم ضبط الأدوات والمواد المستخدمة في عملية التزوير وسلاح ناري وسيارتين، وأقر بتحقيقه ثروة من وراء نشاطه الإجرامي تقدر بعشرين مليون جنيه عبارة عن سيارات وعقارات وإيداعات بنكية. وعلى صعيد التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 تشكيلات عصابية بسوهاج قام عناصرها بالاستيلاء على أكثر من 5 ملايين و500 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال التجارة مقابل أرباح متفق عليها، امتنعوا عن سدادها وكذا سداد أصول المبالغ المستولى عليها. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صيدلي وصاحب مركز تجميل بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه في قضية تهريب نقد أجنبي والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بإجمالي مبالغ مالية 24 مليون و500 ألف جنيه.